بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 20. الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه. وبعد، نواصل اقتباسنا من فتاوي شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله، وما زلنا في موضوع التوسل. وفي هذه الحلقة نذكر ملخص ما رد به الشيخ على شبه المجيزين للتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه، أو بجاه وحق غيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. فمن شبه هؤلاء قولهم إن التوسل قد أمر الله به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وظنوا أن الوسيلة المأمورة بها في هاتين الآيتين هي اتخاذ الوسائط من المخلوقين بين الداعي وبين الله في إجابة السؤال وقضاء الحاجة. قال الشيخ رحمه الله: الوسيلة التي أمر الله بها أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يقرب إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أمر إيجاب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. ومن شبههم أنه قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا توسلوا بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ومن معه يتوسلون بيزيد بن الأسود الجرشي. قالوا: فهذا يدل على جواز التوسل بالصالحين. وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وهم إنما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه. ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى بمخلوق، لا في الاستسقاء ولا في غيره. فلو كان السؤال بالمخلوق معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته أولى من التوسل بالعباس، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل بأفضل الخلق، إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما. ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجد، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين. ومن شبههم استدلالهم بحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال: بل ادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها،
اللهم فشفعه فيها. استدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في قضاء الحاجات، وقد أجاب عن ذلك الشيخ رحمه الله بقوله: هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وشفعه في، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، كما ذكر ذلك كما ذكر الشيخ روايات الحديث عند الأئمة، ثم قال: فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره بالدعاء أن يقول: اللهم شفعه في، وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له، بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم. ومن الشبه التي يدلي بها المجيزون للتوسل بالمخلوقين حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، وقد أجاب عنه الشيخ رحمه الله فقال: هذا الحديث من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإجابه سبحانه على نفسه. ثم قال: وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوا الله وهم في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة، فهذا توسل بالأعمال الصالحة. ومن الشبه التي يدلي بها المجيزون للتوسل بالمخلوقين استدلالهم بقوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، حيث كانت اليهود تستنصر على المشركين بمحمد ويسألون به النصر عليهم. قال الشيخ رحمه الله: إن اليهود لم يكونوا يقسمون على الله بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسألونه به، وذكر أن النقل الثابت أن اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، وهذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كانوا كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه، إلى أن قال: ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام المفسرين من السلف إلا هذا، لم يذكروا فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.